التقى سعاده سيد محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات بسيد ستيفن سكونر وزير الدوله بجمهوريه المانيا الاتحاديه وذلك على هامش مؤتمر المندوبين المفوضين في بوخارست برومانيا. وخلال الاجتماع اكد سعاده وزير المواصلات والاتصالات متانه العلاقات الثنائيه التي تجمع مملكه البحرين وجمهوريه المانيا الاتحاديه، مشيدا بما تشهده من تطور في مختلف المجالات. كما جرى خلال الاجتماع استعراض المبادرات التي تدعم التعاون المشترك بين البلدين الصديقين والتطلعات المستقبليه لتعزيز العمل في مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات.